بما أن المناسبة قرب شهر رمضان، والمناسبة شرط كما يقول العلماء، فناسب أن نتكلم إن شاء الله تعالى عن هذا الشهر المبارك قبل أن يبلغ أجله ووقته وزمنه. لكن حق لنا أن نتكلم عن هذا الشهر الكريم، لأنه من الأشهر العظيمة التي ميزها الله سبحانه وتعالى بخصال عديدة كثيرة، لما أودعه الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر من الخيرات والبركات والمغفرات والرحمات، ولما ميز الله سبحانه وتعالى به هذا الشهر الكريم من نزول القرآن، ومن كون أو من اختصاصه بركن من أركان الإسلام ألا وهو الصيام، من أن الله سبحانه وتعالى أودع فيه ليلة هي خير من ألف شهر،